رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن يونس الكوفي سليمان التميمي الشلي أبو القاسم الرضوي أن سعيد قال ثقة مطير قال كان صدوقا قال حدثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر المحاربي قال معين ثقة ثلاثة قال سريبة الدرقني قال ثقة النسائي قال ثقة عن ليس هنا وليس بن أبي سليم والكلام فيه عريض يميل إلى ضعفه وكثير والسخوف قال عن أبي الزبير محمد تدرس بن مسلم بن تدرس الخرشي الأسدي واسع العلم لكنه مدلس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه صحابي من صحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بتنزيل السجدة وبتبارك هكذا رواه سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن رواه زهير هذا الحديث عن أبي الزبير قال قلت له سمعته من جابر قال لم أسمعه من جابر إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان وقد روى شبابا عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر حديث الليل وبسنده عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل قال أخبرني ذلك محمد بن إسماعيل قال أبو الباباد اسمه مروان مولى عبد الرحمن بن زيد وبسندي عن العرباض البشرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية قال لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية جابونا تكملة للباب وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام حتى يقرأ بهذه السور الأربعة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بهذه الأربع فيقول يا أبي وأمي فيقول ويقرأ بتبارك وألف لام ميم تنزيل السجدة ويقرأ بالزمر وبالإسراء هذه حديث باب عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل قالت كان لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل في الرواية الأخرى أنه كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة فهذه كما قلنا فيها من السنة من السنة أن يقرأ قبل أن ينام تبارك وهي السورة كما قلنا تحج عن صاحبها 30 آية ويقرأ ألف لام ميم السجدة تنزيل ويقرأ الزمر ويقرأ الإسراء هذه الأربع كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كان يقرأ بهن قبل أن ينام وكان أيضا ينفث بجسده ويقرأ بالمعوذات وقل هو الله أحد نعم ختاما الباب يبقى إذن هذه السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام هذه السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام هذا نقول ختمنا الباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات وقل هو الله أحد ينفث في إيمان في على يده ويمسح كل جسده وكان يقرأ قل يا أيها الكافرون أنا براء من الشرك وكان يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة والزمر والإسراء وقلنا الأصل لذلك بأن فيها تذكر بالآخرة وبالقيامة وما يحدث القيامة الفوائد المستنبطة ختام ليلة المرء على الطاعة قال لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل وفيها أيضا أنه كان يقرأ المسبحات
تفضيل بعض الآيات على بعض، تفضيل بعض الآيات على بعض. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا شعر بن جود بدينا شعرنا ربه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.